السلام عليكم اخوان، العيد بخير. هانيين نتمنى نكون بخير وخير. 6:30 تقريبا ديال الصباح هذه حنا هنا كنسقاو، راه خدام وباقي الشمس ما طراتش. نوريكم مع نقلب لكم تشوفوا السقا كيفاش كيسقاو. هادشي كيخرج السقا اوتوماتيك كما قلت لكم في هذا الفيديو. انتو واقع الشمس باقا ما طراتش. انا نحاول نقرب لكم باش يبان لكم الماء. هذاك ما كيبغينيش نصور، انا دابا كنصورو صحة. يلا ها انتم شوفوا الماء اش كيسقى. كيسقى اوتوماتيك، كيتحل دابا هذاك كيدوز واحد الوقت مثلا شي 10 دقائق ولا ربع، ولا ما وصلاش على حساب الصيف كيكون الوقت طويل كيحبس الماء وكيولي يتحل في بلاصه اخرى، كيحبس راسو ويتسد راسو. مشوره هذا هو دابا ابتداء من مارس لخر ديال مارس، هذه هي الروتينه ديالنا اللي كتولي عندنا. السقا يوميا كيتبروغراما، فهمتوا؟ كيتبروغراما مثلا مع 9 الليل كيبدا وكيبقى يسقى حتى الصباح، ولكن دابا ما كنخليوش يسقى الليل كامل، يلاه مره في السيمانه، حيت باقي ما كاينش، باقي ما يحتاجش بزاف الماء. الصيف ديك شهر 6 شهر 7 شهر 8 كيبدا السقي من 9 ديال الليل حتى لغدا مع 8 الصباح كيوقف، حيت كما قلت لكم واحد النهار الغولف عندنا كبير بزاف، تقريبا شي 60 قطار ولا 70 قطار، باش تسقيه كامل خصك الوقت. اسمحوا لي الاخوان كيبان الفيديو مظلم حيت باقا الشمس ما طلعتش، راه مازال عاد بدينا هذه تقريبا شي نص ساعه ديال الخدمه. عاد نشوفوا قربتو لكم دابا، راه طرا الكاميون راه بعيد، شوف كيف قريب. الصوره كتبان احسن. كيبان هذه اللي كتبان هي الاداره، كاين الاداره كاين الريستو كاين كلشي تما مجموع. هاد المره كتكون تمارة، ولكن شنو نقول لكم، انا صراحه كيعجبني الخدمه، كتعجبني الخدمه هنا حيت شوف كي دايره الطبيعه. الطبيعه ما كاينش بحال هنا، الطبيعه والجو نقي وحتى الدراري بخير اللي خدام معايا كلشي صباليون معايا، شوف كاينش المغاربه معايا كلشي صباليون. هادشي اللي كاين الاخوان، شوفوا شوفوا العنب، العنب اللي واحد النهار اللي كدير لكم هذا الفيديو. المهم العنب ديال الشراب اللي كيدير له الشراب. صافي الاخوان، لا سمحوا لي غادي نحبس الفيديو هنايا حيت رانا خدام، نورمالمون ما عنديش حق انا ندير هادشي، راهم كيديروا معايا في حقك كيديروا معايا مزيان. ملي كتكون خدام خصك تخدم، ما كاينش لا صور فيديوهات ولا والو، زعما في حقك راه كيضحيو معايا. شكرا لكم الاخوان، شكرا للمتابعه، شكرا لكم بزاف الناس اللي كيخليو تعليق. سمحوا لي الا ما قدرتش نجاوب بعض المره، ما المهم الوقت عندي قليل. شكرا لكم وتهلاو في راسكم والله يعاونكم. نكمل 4 دقائق بس، تهلاو في راسكم.